واه كنبغي نقول للناس اللي ما جاوش السبيكتاكل ديال رشيد ويسار وانهم ضيعوا على راسهم ساعتين ديال الضحك، ساعتين ديال الضحك كما كتشوف الجمهور كيف ما كنقولوا تفرقع بالضحك شبع ضحك. الدراري تبارك الله السبيكتاكل ديالهم داز واعر بزاف بجوج جمله رشيد ليسار، السبيكتاكل اللي خدموا عليه سيرتو هذا السبيكتاكل هذا من غير السبيكتاكلات ديالهم بوحدهم، يعني تيكست جديد يعني كتبوه وعانوا ديال بصح زعما في لاتولي دي كريتور باش يكتبوا يوميا كيكتبوا، والحمد لله اسيره وكيف ما كتشوف الجمهور خرج باراضي وشبع ضحك. ان شاء الله كاين جديد كاين سبيكتاكل ماشي سبيكتاكل ديالي سولو، مي كاين سبيكتاكل ديال ايموراجي مع الدراري، وكاين واحد السبيكتاكل ان شاء الله غادي يكون ديالي ومع مع 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 الدراري ولكن من غير ايموراجي. كاين واحد الجديد ان شاء الله في رمضان نخليه مفاجاه تشوفوا الجمهور، عاد خلي الكونسيبت ديال الاكتشافات في الانترنت راه غادي يبداو يدوزوا في التلفازه ان شاء الله في دوزام وفي الانترنت ان شاء الله.